الشعب السوري أهل بلاد الشام عم ندفع ثمن غالي، هو ثمن الحرية، ثمن التخلص من الاستبداد، وراح نضل مستمرين بدفع هذا الثمن لحتى تتحرر بلاد الشام من كل الطغاة اللي فيها، من كل الطغاة اللي فيها، لحتى يطلعوا المعتقلين والأسرى من السجون السورية الظالمة، لحتى ناخد حق كل شاب شهيد، كل صبية شهيدة انقتلت في سبيل سوريا وفي سبيل الحق، في سبيل العدل، في سبيل انه يكون لنا وطن حر. الكرة الأرضية كلياتنا كلياتها ضدنا، ونحن على حق بإذن الله لأنه الله معنا. بس كانت دائما تقول عروبة لحلا انه الله يعين اللي رح يتجوزك لانه رح يكون معكم 24 ساعة، كانوا متعلقين ببعض بشكل مرعب جدا، دائما مع بعض 24 ساعة مع بعض، حتى الله يعني قدر واستشهدوا مع بعض واندفنوا مع بعض. بدل ما نكون عم نمشي بعرس حلا مشينا بجنازتها. هذا قدر السوريين انه يواجهوا الموت وين من كان، جوا سوريا وبرا سوريا. بس يعني الشيء اللي حاب اقوله انه وقت بنشوف اي شهيد عم يستشهد على هذا الطريق، طريق الثوره، بنزيد قوه، بنزيد شجاعه، بنزيد اصرار انه نكمل طريقهم. لازم نكون اوفياء لهدول الشهداء ونحاول نتابع طريقهم حتى نحصل على الشيء اللي هن كانوا بيتمنوه، حريه سوريا وكرامه سوريا واسقاط الاسد.